النهاردة عندنا حوار في غاية الأهمية. شرفنا النهاردة سعادة السفير صالح مطلوشن سفير الجمهورية التركية في القاهرة. أول مرة بيشرفنا على الهواء، زي ما حكوا هتتابعوا عندنا ملفات كثيرة جدا. العلاقات المصرية التركية التي عادت إلى المسار الصحيح بعد زيارتين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة والرئيس التركي أردوغان زيارته إلى القاهرة خلال هذا العام شهر فبراير ثم شهر سبتمبر. سعادة السفير النهاردة مشرفنا لأول مرة. أولا تحياتي لحضرتك سعادة السفير، شكرا لتشريف حضرتك لينا في قناة صدى البلد. وأنا كذلك أشكركم على الدعوة إلى هنا قناة صدى البلد. بالنسبة لي في موقع أهمية جدا، بعدما تم تعييني في 2022 إلى القاهرة كان رؤية معينة في ذهني وفي قلبي، فأولها خطاب على شعب المصري. ففي ذلك الوقت موقع صدى البلد فتح لي صفحة، فأنا أعطيت رسالة مهمة لمسؤولين في موقع صدى البلد نشرها، فتم صدى مهم جدا في العالم، فلي في انطباع مهم. فأنا بالنسبة لي أنتم سيد أحمد، أنتم أنا أعتز بحضرتك، فالشعب المصري يهتم بحضرتك، فالقنوات صدى البلد مهم بالنسبة لها موقع معين ومهم، فنحن نحتفل ب 101 سنة تأسيس الجمهورية التركية، فلهذا أنا برضو أقدم لحضرتك تحياتي. أولا كل سنة وسعادتك بألف خير، كل سنة والشعب التركي بألف خير بمناسبة مرور عام بعد المئة على تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر عام 1923 على يد المؤسس مصطفى كمال أتاتورك. فبنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب. أنا أشكركم. بالنسبة لي غدا سيكون يوما مهما جدا، لأن هناك اشتراك من مسؤولين مصريين من دبلوماسيين وسياسيين والأصدقاءنا، فيكون هناك ناس في مستوى رفيع المستوى ننتظرهم بحضورهم، فيتم هناك عزف في النشيد الوطني المصري والتركي من قبل الإخوة المصريين الموسيقيين، فنحن نرى في العلاقات القوية بين الشعبين من ناحية الثقافية واجتماعية، فسيكون هناك، فننتظركم كذلك سيد أحمد أن تحضرهم، فنحن سنكون مبسوطين جدا إن شاء الله بإذن الله. نتشرف سعادة السفير العام القادم تحتفل مصر وتركيا بمرور 100 سنة على العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1925، نحتفل سويا العام القادم. ماذا يعني هذا الأمر 100 عام من العلاقات بين مصر وتركيا؟ أشرتم إلى نقطة مهمة جدا. 2025 سنة مئوية تأسيس العلاقات التركية الحديثة والمصر الحديثة، وفي زيارة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر إلى تركيا، فتم هناك توقيع على اجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، فمن خلالها سيكون هناك احتفال في 25 احتفال وإرادة مشتركة لاحتفال مئوية تأسيس العلاقات بين الدولتين. فهذه العلاقات سيكون هناك في تطور في علاقات جميع العلاقات، سواء كان
ثقافية والصناعية والاستثمارية والسياسية والتجارية والثقافية، فنحن نطور علاقاتنا في هذه المجالات. فأنا أرى في مشهد معين في سنة الاحتفال المئوية أن هناك شعبين، شعب التركي والمصري، هناك عواصر قوية لا تنقطع. فكذلك كل الناس يرى، لما أنا أول قدومي في مصر رأيت هناك شيء معين يعطي الروح المعين لي، فأنا زرت المساجد والقبات وبعض المقابر، فأنا زرت قبر السيد أحمد بدوي في طنطا، فزرت قبر السيدة نفيسة، فكذلك سيد قبر إمام شافعي، فرأيت أن الشعب المصري هناك محبة في قلوبهم تجاهنا، فجميع أئمة والجماعة في داخل المساجد عانقونا فقالوا نحن مشتاقين إليكم. فلا بد أن نتذكر دائما هذه المحبة بين شعبين. فأنا اكتشفت هذه المحبة فأدركت وأخذت القوة من هذه المحبة، فأخذت العزم. لهذا نحن لابد أن يكون هناك نقطة الانطلاق لجهودنا هو محبة هذه المحبة. طبعا علاقاتنا التجارية والاقتصادية تتطور وفي الصناعي، ونحن بدأنا بعض العلاقات الجديدة ومن خلال مبدأ تكسب وأكسب. وفي نفس الوقت لابد أن نأخذ عين الاعتبار علاقات المحبة بين شعبين، فيكون هناك تضامن بين المسؤولين. نعم، هناك نحن نهتم بعلاقاتنا تكسب كلا جانبين، ولكن مع ذلك لابد عند الحاجة نأخذ عين الاعتبار علاقات بين شعبين في كل تواصلات. فنحن نساعد بعضنا البعض في أوقات الصعبة، فهذا حق الأخوية، فالوظيفة على عاتقنا من قبل شعوبنا. فالمثال على ذلك لما كان الزلزال في تركيا في مراش، أن الإخوة المصريين كلهم تأثر قلوبهم، فشعبا وحكومة بدأوا بادروا للمساعدة. فكان هناك كما تتذكرون زيارة سيد سامح شكري لأدنى وهاتاي، تذكرنا علاقات الأخوية بين شعبين، فساهم علاقات الأخوية بيننا. فأريد أن أقول أن علاقات بين الرئيسين تساهم لتطور علاقاتنا في جميع المجالات، فارتقائها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. فنحن نتخطى على هذا المنوال. فدائما أقول أن السلام في المنطقة، هذه العلاقات ستساهم سلام في المنطقة والشعوب في المنطقة. فدولتين مثل كمصر وتركيا، دولتين قويتين في المنطقة كمصر وتركيا، دولتان تتخطى بالحكمة، لابد أن تتعاون بشكل أكثر. أولا سيادتك عبرت تعبير دقيق جدا عن العلاقات بين البلدين تاريخيا وفي الوقت الحالي، ولكن هذه العلاقات زادت بعد تبادل الزيارات بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أردوغان، وأيضا الوفود سواء دبلوماسية عسكرية سياحية استثمارية، رجال أعمال وصناعة، وبالتالي هناك علاقة متميزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي زار تركيا في شهر سبتمبر الماضي، الرئيس أردوغان زار القاهرة في شهر فبراير الماضي. إيه اللي تم بناء على هاتين الزيارتين فيما يتعلق بالمجالات المختلفة؟ أعني هنا مجال التعاون بين البلدين في المشروعات، التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.
تم توقيع اتفاقيتين مهمتين. طبعا الزيارة لها أهمية سياسية ومن ناحية الرسالة في العالم، فتعانق بين شعبين ودولتين، فهناك من ناحية إظهار أخوة بين رئيسين وشعبين. ولكن بالنسبة لي كان هناك السيد رئيس رجب طيب أردوغان والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اهتم رئيس سيسي أكثر من غيره، فهناك اختراق بروتوكولي لأجله. أنا أقول رأيت هناك في المطار أن هناك سيارتين، فيها واحدة منها بالعالم تركي واحدة منها من عالم مصري. فطبعا سيتم هناك بعدما نزل السيد رئيس سيتم هناك جلوس وشرب القهوة، فيذهبون إلى مجمع الرئاسي. ولكن رئيس أردوغان قال فلنذهب بسيارة واحدة، فتم أخذوا العالم فعلقوا على سيارة واحدة فقط، فهذا يدل على شيء. فأريد أن أقول من باب المثال، ففي الاجتماع لها نتائج ملموسة ومهمة جدا، فمنها إنشاء أو إنشاء مجمع صناعي، منطقة صناعية في منطقتين في مصر. فهذه الشركة الذي يتولى هذا الأمر شركة أثبت نفسها في مصر، فلها مناطق صناعية في مصر. فمع هذين الاتفاقين نحن أخذنا طبعا دعم من مؤسسات التركية والمؤسسات المصرية، فالمؤسسات المصرية دعموا هذا. ففي منطقة 6 أكتوبر سيتم هناك إنشاء مصنع ويشتغل فيها 25,000 عامل مصري. فهذه الاتفاقيات لها أهمية كبيرة جدا. فالمناطق الصناعية كما تعرفون أن الدولة تقول أن أنا فتحت لك الأرض، نفتح وننشئ المصنع، فنأتي بالغاز والكهرباء هكذا. فطبعا إنشاء هذه المصانع صعب جدا، ولكن نماذج المناطق الصناعية كهذه الدولة تنشئ بنية تحتية، تأتي بالكهرباء الكهرباء، تأتي بالغاز وتأتي بكل شيء، فيكون جاهز. فيصنع المصانع، مباني المصنع ومنشآت طابع لها. فلهذا وزارة الثقافة وتيكا مؤسسات التيكا طابع رئاسة الجمهورية تم اتفاق بينهما. فسيدة وزيرة رانيا مشات أرى أنها من لها مبادرات، فأنا أعتز بها. فهي نحن وقعنا الاتفاقية بين المؤسسات التركية ومع بين وزارة الثقافة التركية، فيتم هناك تبادل الخبرات في هذه المجالات. فتم توقيع 17 اتفاقية في ذلك الوقت في اجتماع. فكل هذه الاتفاقيات بمنافع المتبادلة، وكذلك كما تعرفون التعليم العالي نحن نهتم ونعتز التعليم العالي. فأنا قلت أن هناك محبة من قبل إخوة المصريين للأتراك ومحبة من الأتراك إلى الإخوة المصريين. ما هو نتائج هذه المحبة؟ أن كما تعرفون أن هناك 90 دولة في العالم لها لغة أقسام اللغة التركية. فهناك مصر
أكثر من الأوائل الدولة فيها أكثر أقسام تعليم اللغة التركية، وكذلك هناك مؤسسة يونس أمرا لتعليم الثقافة التركي واللغة التركية في مصر وفي دول أخرى. فالمركز في مصر هي أعلى نسبة لها الطلبة يتعلمون اللغة التركية في العالم. فأنا تحدثت مع رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي في تركيا، فقلت نفتح الجامعة أو الكليات في مصر، فتم توقيع اتفاقية في مجال التعليم العالي، فننتظر زيارة المسؤولين الكبار من تركيا. لما الأمر يتعلق بمصر هناك توجه، هناك اهتمام كبير من تركيا، وبإرادة رئيسين وبإرادة بإدارة وزراء الخارجية بين دولتين سيتم الإجراء كل هذه الأشياء من قبل اتفاقية مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين. فنحن نتكلم كيف نستطيع أن ندور الأمور فنطور الأمور. سيتم هناك لقاء بين وزير الخارجية سيد بدر عبد اللاطي ووزيرنا هاكان فيدان، سيكون هناك تحدث في هذا المجال. فهناك نهتم بالأولوية التجارة والاقتصادية فنمضي من هذا المجال إن شاء الله. سعادة السفير، حضرتك أشرت إلى في الكلام المهم اللي فات كله أشرت إلى المناطق الصناعية. هل بنتكلم على مناطق صناعية جديدة تركيا في مصر، أعني في العاصمة الإدارية بنتكلم على مناطق صناعية تضم آلاف المصانع، ونتكلم على مناطق أخرى في أكتوبر تضم أيضا آلاف المصانع؟ ماذا عن تفاصيل هذه المناطق والتحرك في مجال الصناعة وتوطين الصناعات التركية داخل مصر؟ بالطبع أول ما جئت إلى القاهرة حاولت أن أعطي رؤية جديدة أو تطور لعلاقات التجارية والاقتصادية، فهذا كان هدفي في البداية. فأنا أسست علاقات مع رجال الأعمال المصريين والأتراك، فأنا جلست مع رجال الأعمال البارزين في مصر، استفدت من أفكارهم. كما تعرفون هناك أسر كبيرة ومن ناحية التجارة، فجلست معهم فأخذت تبادلنا الأفكار. فحاولت أن أخذ الرؤية معينة كيف نستطيع أن نطور العلاقات في هذا المجال. أسسنا العلاقات بين الرجال الأعمال التركية الذين زاروا مصر، فأنا دعوت رجال الأعمال والبنوك المصرية والمسؤولين البنوك المصرية والمسؤولين في الغافي في هيئة الاستثمار. عملنا الاجتماع، فسنعمل اجتماع جديدة في شهر سبتمبر، في شهر ديسمبر إن شاء الله. فنريد أن نعطي هذه الرسالة أن هناك استثمارات تركية في مصر تقريبا 3 مليار دولار، فهناك تقريبا 100 ألف تشغيل من إخوة المصريين، فهم خاصة شركات في نسيج، في شركات التركية في مجال النسيج، يعني أرى أنهم مبسوطين جدا في وجودهم أو وجودهم في مصر، خاصة في مجال الإزاز والنسيج ملابس الجاهزة، وكلهم على ينوون أن يطوروا ويوسعوا مجالهم أو عملهم في مصر. فهناك بعضهم يريدون أن
يوسع مصانعهم إلى 2 أو 3 مصنع، ومن تشغيل إخوة المصريين تقريبا من 5000 إلى 30000 كذا. فأرى لمن يأتي إلى مصر يصبح مصري من الأتراك، يعني يحب مصر فيصبح مصري. فأنا شاركت في اجتماع في فندق ريسوس في شرم الشيخ، فكان هناك وزير الثقافة والمحافظ سينا، فرأيت جميع يعني أغلب المشاركين من رجال الأعمال الأتراك في مجال السياحة. فهناك اهتمام كبير جدا من رجال الأعمال الأتراك لتطوير السياحة في مصر، فأرى أن الأتراك رجال الأعمال الأتراك يهتمون ويفكرون كيف نطور السياحة المصري. فأرى أن المصانع التركية في مصر هناك العدد نسبة الأتراك شغالين هنا نسبتهم 2% أو أقل، فبعض المسؤولين فقط من الأتراك. ولكن أنا أفتخر بهذا لأن نحن نشتغل بإخوة المصريين، يعني نحن نترك الإدارة كما نترك التوظيف والعمل، نترك الإدارة كذلك لإخوة المصريين ونرى أنهم ناجحين في هذا المجال. ففي ناحية أخرى كما تعرفون كان هناك افتتاح المصنع البيكو وهي أكبر شركة، فهذه المشروع هذا المشروع كان مشروع مهم جدا، فأنا كنت حضرت في افتتاح، فيتم التصدير إلى أفريقيا وفي دول أخرى من مصر، فهناك تصدير إلى تونس والإمارات ودول أخرى. فالماركة مسجلة تركية سيتم إنشاؤها تصنيعها هنا. فإخوة الأتراك قالوا نحن نبني هذا المصنع مع إخوة المصريين، فتركوا كل تخطيط المشروع وأشياء يتعلق بالتكنيكية، تركوا شركات المصرية وإخوة المصريين، ونحن نفتخر بذلك، يعني إنشاؤها مع الإخوة المصريين ومقاولين المصريين مهم جدا. فقالوا نحن مبسوطين من هذا، فنجحوا إخوة المصريين نجحوا بإنشائها. فلما أتكلم عن باكو فيقولون مسؤولين في الماكو مسؤولون باكو يقولون نحن عندنا طرز مختلف، يعني نحن عندنا شركات مختلفة، نترك نعطي لهم بعض القياسيات لشركات الأخرى في داخل البلد ونستفيد منهم. يعني لو هناك أكثر من 1000 قطع للثلاجة فنترك بعض القطع للصناعة المحلية ونستفيد منهم. فأنا لما تحدثت مع مسؤولين فتحدثت مع مهندسين والعاملين في المصنع، فعرفت أنهم ذهبوا إلى تركيا وأخذوا كورسات، فجاءوا ويشتغلوا بكفاءة. فكما تعرفون أن السيد رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كان حاضر في الافتتاح، فأنا أعتز بحضورهم، فهذا هو يدل على اهتمامهم، فنفتخر بهم. فنحن كما أشار السيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية نحن نهتم بانتقال مشاريع من تركيا إلى مصر. فأنا أكرر نحن لما نرى أي تركي لما عبر تاريخ أتى إلى مصر فأصبح مصري، فأرى أن في الحاضر كذلك بعض الشركات
الشركات وأصحاب الأعمال لما يأتوا إلى مصر يصبحون مصر فيقولون أن مصر البلد ثاني، فنحن نقول أن مننا مصر مننا، فنعتبر أنها بلد ثاني بالنسبة لنا. سفير، أولا مرة تانية تطور مهم في العلاقة، تطور مهم في مجال الصناعة والصناعات التركية على أرض مصر. ولكن خليني قبل ما أروح، لأنه هيكون عندنا فاصل، بعد الفصل هنتكلم على السياحة والاستثمار في السياحة، وكان هناك لقاء بين حضرتك وسيادة الوزير شريف فتحي وزير السياحة المصري ووزيرة السياحة الإيطالية، هنتكلم على ده بعد الفصل. ولكن قبل الفاصل ربما نتحدث عن هل هناك إجراءات تتعلق بتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا اللي كانت وقعت قبل نحو 20 عاما في عام 2005 وبدأت في التطبيق في 2007، لأنه كان هناك لقاء ما بين وزير الاستثمار المصري المهندس حسن الخطيب مع وزير الاستثمار التركي. هل يتم تحديث هذه الاتفاقية لنصل بحجم تبادل تجاري إلى أكثر من 15 مليار دولار بين البلدين؟ طبعا نحن تحدثنا في اجتماع مجلس، تحدثنا هذه، فأنا كنت معه في قصر المانيال بالأمس معه، ونعتز السيد وزير. فقبل اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي في أنقرة، فكلا وزيرين تحدثوا وقدموا سيد رئيس الجمهورية ملفاتهم، لاتفاقية التجارة الحرة يهتم به مصر ويهتم بها مصر وتركيا فتدعمان. فوزير التجارة السابق راشد محمد راشيد لها فاضل وأقنع مسؤولين في تركيا ومصر، فتم توقيع. ولكن مصر الحمد لله دعم اتفاق، فكل هذه الأشياء التي نراها الآن خلفيتها هذه الاتفاقية. فبسبب التنافس الذي نرى بين رجال الأعمال، بعضهم يقولون نحن لا نريد هذه الاتفاقية، ولكن لابد أن نعرف أن الاتفاقية التجارة الحرة ساري، فمصر حاول ونجح في توزين تبادل التجارة، فنحن نهدف أن يكون هناك غاز سائل، يكون هناك 9 مليار دولار. Ama LNG hariç bu sene rekorumuz 9 milyar doları aşkın olacak. فهدفنا لتبادل التجارة بين البلدين يكون هناك 9 مليار دولار في هذه آخر السنة، باستثناء غاز السائل. فقرب بين البلدين جغرافيا، فالمصارف الجمركية، قلة المصارف الجمركية تساعد، وبفضل اتفاقية التجارة الحرة تجارتنا ستتطور، فهذه مقدر. فنحن أنا أؤمن بهذا، بأن بعد 50 سنة 50 مليار دولار، بعد 100 سنة 100 مليار دولار. فتجارة لابد أن تتطور يوما فيوما، فسياسة سيكون هناك دافع لهذه التطور في التجارة. فالطرفين مبسوطين جدا من اتفاقية التجارة الحرة، ولكن نحن نريد نرى لأن أن يكون هناك توسيع هذه الاتفاقية، قد يكون من مجال زراعة ومجال أخرى. وزيرين في كلا بلدين لابد أن يجلس ويتكلم فيه، يكون هناك دعم على هذه الاتفاقية وتوسيعها. نقف هنا أستاذنا حقيقة، نطلع فاصل ونرجع نتكلم بعد الفاصل عن ملف السياحة بين مصر وتركيا بعد كمان الاجتماعات اللي تمت ولقاء سيادتك مع السيد وزير السياحة المصري بعد الفاصل.
برجع مع حضراتكم وضيفي الكريم سعادة السفير صالح مطلوشان سفير الجمهورية التركية في القاهرة مرة تانية. سعادة السفير، قبل الفاصل بنتكلم على لقاء جرى بين سيادتك وسيادة الوزير شريف فتحي وزير السياحة المصري بالإضافة لوزيرة السياحة الإيطالية، اللي تم في هذا اللقاء بين حضرتك والوزير المصري والوزيرة الإيطالية فيما يتعلق بمجال السياحة بين مصر وتركيا في الفترة القادمة؟ فتحدثنا على نقطتين، في نقطتين، أولا مع وزير المصري سعيد شريف فتحي تحدثنا الخاص مع الاجتماع، فهو تحدث عن نقطتين، فهو وزير الذي يعرف تركيا جيدا، فتحدثنا عن الآثار، فكان له طلب بسيط فقال بوسيلة معينة سيكون هناك زيارة مستقبلية إلى تركيا، فبشأن تهريب الآثار نحن كمصر وتركيا نريد لنا موقف لإعادة آثار المهربة إلى مكانها الأصلي. كما تعرفون أن هناك الآثار المصرية مهربة في الخارج وكذلك آثار تركيا مهربة في الخارج، فنحن نهتم بهذا الموضوع فنثبت بأن هذه الآثار من أين أتى. فكان قبل سنة ونصف هناك تهريب مفتاح الكعبة والكسوة اكتشفنا في تركيا فأعدناها إلى مصر، فإن شاء الله هناك أشياء أخرى تم تثبيتها من قبل شرطة تركيا والوزارة، فنحن خاطبنا إلى الجهات المصرية ومن بهذه الوسيلة سيكون هناك زيارة لسيد وزير إلى تركيا. فأريد أن أتحدث على النقطة الذي يتعلق بموقف تركيا مشابهة مع مصر في ما يتعلق بآثار وآثار القديمة والتراث. فنحن ندعم من البداية، فحتى الآن نحن من الأوائل داعمين لسيد وزير السابق أستاذ دكتور خالد عناني المرشح مصر لأونسكو، فتركيا التي من دول الأولاني التي أعلنت دعمها، فنحن علنا في الأول، فهناك تطابق وتضامن من دول العربية كلها لدعم السيد خالد العناني، فنحن قررنا دعمه في جميع محافل دولية قلبا، فنرى أن سيد خالد له الأوصاف فخبرات عظيمة، فمصر دولة عظيمة لها حضارة قديمة، وبعد ذلك تأتي دولة الممالك والحضارة العثمانية والممالك، فنحن نرى أن موقفها ضد تهريب جميع الآثار، نحن ندعم موقف مصري ونفهم، فنحن ندعم في هذا المجال فندعمه حتى يتم انتخابه إن شاء الله. وفيما يتعلق بلقائنا مع سيد وزير تحدثنا أشياء مختلفة، جهة الطرف الإيطالي فتح مدرسة فندقية في
فنحن تحدثنا كيف نستطيع أن نطور علاقات سياحية والعلاقات بين دولتين. فكان هناك مستثمر مصري كامل عوالي، فكان هناك هو الذي أسس أو بنى هذه المدرسة. فوزير الإيطالي وزيرة إيطاليا قالت لي نحن كدول بحر المتوسط لنا ثقافة مشتركة، فنحن نفس السفينة في نفس السفينة ولا بد أن نتعاون. فأنا أدعم هذا الكلام، فتحدثنا بذلك. فأنا قلت لسيد وزير نحن ندعم مصر كماركة مسجلة كريكسوس، وشركات السياحية التركية موجودة في غرغدة في بلد أخرى، فتأتون بسياح من قزاقستان من روسيا إلى مصر. فنحن نهتم، فأريد أن أقول هناك اجتماع رفيع المستوى، كان طرف المصري قالت نحن نريد سياح أتراك أكثر بذلك. فوزير الخارجية سيد وزير الخارجية التركية قال طبعا نحن نريد هذا، فسيتم هناك حسهم إلى زيارة مدينة العالمين وليس فقط غرغدة وشرم الشيخ. فمصر قديمة، فمصر في جميع نواحيها فيها تاريخ، فنريد سياحة تركية أن يأتوا فيكتشفوا هذه الآثار القديمة والمهمة. فكل نقطة وكل ناحية المصري ناحية في مصر فيها تاريخ، فطبعا هذا يتطلب زيادة رحلات بين الدولتين. هناك رحلات من القاهرة، من سفنكس، من غرغدة، من إسكندرية، ولكن هذا لا تكفي، لأن لزيادة تبادل التجارة ولزيادة السياحة بين البلدين نحتاج رحلات الجوية أكثر من ذلك. فنريد هناك أكثر من مكان يكون هناك رحلات شارتر ورحلات المعتادة، فهناك نقص في مقاعد، فهذا تؤثر على ضعف السياحة، تتسبب ضعف السياحة. فنحن نحتاج أن يكون هناك خطوات في هذا الشأن. فيما يتعلق بمجال الطيران اللي سيادتك اتكلمت عليه ده، مجال مهم جدا. يمكن مصر بتشتغل على هذا الامر النهارده، ان هو شركات الطيران العالميه، منها حتى لو بتكلم على شركات طيران التركيه وهي لها يعني اماكن كثيره ونقاط كثيره جدا، ممكن يحصل تعاون مع مصر في هذا الامر اللي هو عمليه نقل رحلات الشرطه اللي بتكلم حضرتك عليها. النهارده عندنا مجالات كبيره جدا، الساحل الشمالي، العالمين، راس الحكمه، الى مطروح، الى البحر الأحمر بالكامل، سواحل مصر كلها، إسكندرية، الأقصر وأسوان. وبالتالي مسألة السياحة التركية إلى مصر، أعداد السياح ليس بحجم السياحة المصرية إلى تركيا. فأقول في البداية أن في تركيا شرم الشيخ لها وضع خاص، فأتراك يهتمون ويعرفون شرم الشيخ، خاصة في شهر العسل بين الأتراك. فشرم الشيخ لما يقولون شرم الشيخ هناك شيء يعطي ميزة لمن يزور أو يأتي إلى شرم الشيخ. والسياحة إلى شرم الشيخ، قضاء إجازة في شرم الشيخ، هناك ميزة، لأن تستطيع أن تذهب إليه 12 شهر طول سنة، يعني ليس فقط أوقات المعينة. وكذلك هناك دايفينج في شرم الشيخ، ليست فقط سواحل،
لا، لأن شرم الشيخ والبحر فيها لها ميزة معينة كأنها ففنادق في شرم الشيخ فاخرة، فهناك ريكسوس تركية كمان موجود، فهناك منشآت مهمة جدا. فأنا أؤمن أن الأتراك خاصة في فصل الشتاء ستأتون إلى مصر شرم الشيخ أكثر، فهناك بلد كثيرة جدا الناس يذهبون، ولكن سيد وزير الخارجية قال أن مصر بالنسبة لنا في مقام الأول فأتراك، ونحن ندعم فنحث الأتراك لزيارة مصر للسياحة. ومع ذلك نريد أن أتراك يهتمون بسياحة ثقافية ويزوروا، فنريد أن يزوروا خاصة طلبة والمتقاعدين أن يأتون إلى القاهرة القديمة، القاهرة القبطية، القاهرة الإسلامية، يزورون ويكتشفون الآثار فيها. فالنقطة آخر، هناك اهتمام إخوة المصريين لتركيا. أولا المصريين يهتمون زيارة تركيا أكثر من أوروبا، لأن هناك يسمعون الأذان فدولة الإسلامية، ومع ذلك دولة منفتحة أوروبية. فقبل البرنامج نحن تحدثنا مع إخوة، يعني المصريين يحبون تناول أطعمة تركية وتسوق في تركيا، فنحن مبسوطين من ذلك. فنحن نعتز بإخوة المصريين، فنحاول أن نساعدهم في هذا. فوصل عدد السياح 350,000، فمرة نزل بسبب بعض الأوضاع إلى 300,000، ولكن في مدى المتوسط يعني تقريبا من خلال 5 سنوات القادمة نهدف أن يكون هناك 500,000 سائح من تركيا إلى مصر ومن مصر إلى تركيا، فهذا الهدف هدف واقعي ونريد أن نصل إليه. وبعد ذلك نريد أن نصل إلى 1,000,000 سائح بين البلدين، يكون هناك تبادل 1,000,000 سائح. فنحن دولة سياحية، فإخوة المصريين كما تعرفون أن مصر لما الأتراك يأتون إلى مصر يدفعون $25 في البوابة الحدودية في المطارات، فيدخلون مصر بسهولة، فيتم هناك زيارات سياحة بهذه السهولة، لأن مصر دولة سياحية. فأظن أنكم عندكم 46 سنة، فلمن فوق 45 سنة يستطيع أن يأخذ تأشيرة إلكترونية لتركيا في 5 دقائق بسهولة، لأن فنحن نشوق ونحث الأتراك لزيارة مصر كما نسهل زيارة المصريين إلى تركيا. عندنا مشروع مهم جدا حاليا في رأس الحكمة مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا المشروع الضخم والعملاق، هل لديكم اهتمام أيضا كخبرات شركات تركية تبقى موجودة في هذا المشروع؟ بتشوفوا هذا المشروع إزاي عندما تم الإعلان عنه والكشف عن واحد من أهم المشروعات المطروحة حاليا في المنطقة الشرق الأوسط؟ على رأيي أن مشروع رأس الحكمة مشروع عقلاني ويشير إلى الدهاء، لأن هناك مشاكل اقتصادية بعد ما أعلنوا مشروع تم تغيير المشهد في الاقتصاد. طبعا دولة الإمارات طبعا لها المنافع، ولكن من باب الأخوة كذلك كدولة عربية لها مساهمة
فتحويل 35 مليار دولار لسوق المصري مباشر، فهذا سهل في بعض الأشياء. فأعتقد أن مشروع رأس الحكمة مشروع ضخم للسياحة المصرية. فلما أنا أتحدث مع أصدقائي ومع مسؤولين مع رجال في السياحة مصر، لابد أن يكون أن تكون لها مدينة سياحية ضخمة، لأن رأس الحكمة لما نرى هناك نواحي سياحية والفندقية والرياضية هكذا، الذي أرى سيتم هناك دعم سياحة من العالم أجمع أن يأتوا ويعيشوا في هذه المنطقة، لأن milyonlarca insan şu an dijital nomad konumunda. Yani adam örneğin geliyor Mısır'da yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor, internet var, laptop var. Adam bu dijital nomad olarak program yazıyor, uluslararası iş bağlantıları yapıyor. Yani çeşitli fikri işler yapıyor. Dolayısıyla yani bu dijital nomadların, uluslararası seyyahların yani kama ta'rifun enne hunak siyah orada özgürce yaşayabilecekleri الذين يستطيعون يأتون في هذه المنطقة ويعيشون بسهولة، لأن يشتغلون على أونلاين في كل أعمالهم. فأنا أثق بأن هذا المشروع سيكون هناك إنجازات وربح عظيم والمنفعة عظيمة. فمصر لها أهداف السياحية المستقبلية، فهذا المشروع ستدعم أو سيدعم هذا الأهداف. فبالنسبة للسياح في أنحاء العالم ستأتون إلى مصر إلى مشروع رأس الحكمة فيعيشون هنا بسهولة، فهناك تركيا طبعا كدولة لها خبرة في السياحة وخاصة في الشركات السياحية، قد تستطيع أن تدعم هذا المشروع فتساهم. فعندنا هناك إنشاء وتشغيل وبيع هذه المبادئ التي كنا معتادين فيها في تركيا. من قبل هذا قد يكون هناك تسهل في هذا، نحن نستطيع أن نتدخل أو نساهم. كيف نستطيع أن نساهم هذا المشروع؟ لابد أن نتكلم فيها. فمع ذلك أنا أرى أن دولة الإمارات لها هدف في هذا المشروع، استفادة منفعة، فكذلك مصر. فالشركات التركية ستهتمون هذا المشروع. سيد سفير، تركيا ماذا عن طلبكم الانضمام إلى تجمع بريكس؟ لسه مخلص اجتماعات الأسبوع الماضي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان حاضرا في تجمع بريكس، وهل وأنتم لكم علاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكم علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهل هذا أمر يتنافى مع علاقتكم مع الاتحاد الأوروبي وطالبين تدخلوا الاتحاد الأوروبي؟ هل ربما إذا دخلت تركيا تجمع بريكس يؤدي لمشاكل مع أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي وحتى حلف الناتو؟ أنتم أعضاء في حلف الناتو كمان. يعني سؤال صحيح قد يأتي إلى البال، ولكن سيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وبعدما تم تعيين سيد وزير الخارجية هاكان فيدان، هم أعلنوا أن هدف نحن نتحرك بناء على السياسة الخارجية الوطنية. ف طبعا لنا اتفاقيات دولية مع الأطراف الأخرى، ولكن لو هناك شيء يتعلق بمنفعة أو سياسة الخارجية الوطنية التركية نحن نتحرك بناء على هذا. يعني كما تعرفون تركيا لها تحركات في موضوع يتعلق بغزة مع منظمة التعاون الإسلامي، مع جامعة الدول العربية، مع دول أخرى. فنحن
لا نحتاج أن نأخذ أي شيء، أي إذن أو موافقة من أطراف الأخرى. نتحرك بسياسات الخارجية الوطنية التركية، فنحن عندنا سياسة سيادية ولها استقلالية، فلنا علاقات والمنفعة متبادلة مع دول مختلفة، فنتحرك بناء على سياستنا الخارجية. كما تعرفون هذا لا يتعارض بطلب انضمامنا بالاتحاد الأوروبي، لنا هدف ما زال موجودا فنحتفظ بهذا الهدف، وهذا لا يتعارض على طلب انضمام للبريكس، فنحن نمضي في هذين الاتجاهين. لو طلب يعني طلب انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي لا يتعارض طلب انضمامنا إلى البريكس، فهناك تساؤلات، هل تركيا تتجه إلى آخر أو يعني ينشئ دولة أو دنيا آخر، ولكن نحن نريد تعدد وتوازن، وأهدافنا هو يعني نحن لنا علاقات استراتيجية مع أمريكا، وكذلك معنا علاقات استراتيجية مع روسيا، فنمضي بناء على سياسة الخارجية الوطنية. فانضمامنا للناتو مستمر، يعني نحن من المؤسسين كما تعرفون من الخمسينيات حتى الآن، فنحن كان نحن شعرنا بتهديدات السوفيتية في وقتها، فتركيا لها ثقل في الناتو، ولكن وجودنا في الناتو لابد أن نظهر وجهة النظر الدول العربية، دول المنطقة، دول الإسلامية في مجالات يتعلق بالغزة والمجالات أخرى. نحن كدولة تدعم القضية، نحن صرحنا موقفنا، أعلنا موقفنا، رغم أن كان هناك رؤية مختلفة في بعض أعضاء ناتو، فصرحنا هذا علنا. فنحن في اجتماع ناتو قلنا لهم، نحن دعوتم دول ليس له عضوية لناتو، ولكن قلنا ما دام أنتم تدعونهم إذن فلندعو مصر ودول عربية أخرى لكي يكون هناك اشتراكهم كذلك لاجتماع معين يتعلق بموضوع. فلنا علاقات مع دول أعضاء مجموعة البريكس، ونحن نكمل علاقاتنا بهذه الدول. فتركيا كمصر لها أوليات، هو تنمية الاقتصاد والعلاقات مع الدول. نحن كما تعرفون رئيس الجمهورية الأردوغان هو أعلن أن الدنيا أكبر من خمسة في جامعة في أمم المتحدة. كما تعرفون هناك أي قرار يتعلق بعضوية فلسطين في أمم المتحدة، ولكن كما تعرفون في مجلس الأمن هناك حق الرفض، تعرف خمسة دول أساسية يقولون، يعني كما تعرفون مثلا أربعة دولة تقبل توافق ولكن واحد ترفض. ومن كما تعرف من 100 سنة من عهد السلطان عبد الحميد هناك نية تأسيس دولة إسرائيلية، ولكن هل ليس الوقت أن يكون هناك إعلان أو تأسيس الدولة الفلسطينية؟ كم تنتظرون أن يكون هناك قتل أكثر من ذلك؟ يعني لهذا نحن نعلن بأن الدنيا أكبر من خمسة، إشارة إلى أعضاء في مجلس الأمن.
فنحن ندعو لا أحد, لا أحد يعني يتكلم عن عدم وجود إسرائيل, لأن كل الدول العربية تقبل, ولكن نحن نتحرك لأجل إنقاذ أرواح الإخوة الفلسطينيين. فهذا ليس أقل, يعني هناك رؤية, هناك يفكرون بأن دم المسلم رخيص, ولكن دم المسلم غالي. يعني نحن نصرح هذا, نقول أن جميع المواطنين المسلمين لهم دم غالي. سعد سفير, فيما يتعلق ب كلام حول غزة, دم المسلمين, دم الأبرياء, هناك دعم غربي مطلق لإسرائيل في القيام بالإبادة التي تحدث يوميا في غزة وحاليا بيحدث في لبنان, حتى الهجوم أيضا والعدوان على اليمن والعدوان على إيران. كتركيا كان لكم علاقات قوية جدا مع إسرائيل في وقت من الأوقات, الرئيس أردوغان فجأة قرر سحب السفير وقف العلاقات. ماذا عن التعاون العسكري مع إسرائيل حتى اليوم, هل مستمر أم تم أيضا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من جانب تركيا؟ يعني نحن استدعى سفيرنا من تل أبيب من إسرائيل, ليس لنا سفير هناك, وهناك قائم بأعمال على مستوى أقل, فهذا يعني إحظار. فنحن قطعنا علاقات الاقتصادية, نحن لا نصدر أي شيء من تركيا, فنرسل المواد إلى الغام الله وإلى الغزة, فهناك قطع علاقات التجارية. فلماذا عملنا هذا؟ لأن قلنا هناك شرطين لتغيير هذه السياسة. أولا إعلان وقف الإطلاق قاطع دائم, وشرط الثاني دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذين طلبين مهم, فليس لنا أي مشكلة مع الشعب الفلسطيني, مع الشعب الإسرائيلي, لأن تركيا تعترف بإسرائيل وكذلك مصر تعترف بإسرائيل. لا أحد يعني يتكلم بعدم اعتراف لإسرائيل, ولكن نريد وقف إطلاق نار, فقتل أبرياء, فيكون هناك تعايش بين إخوة الفلسطينيين ومواطن الإسرائيليين. وهذا ليس طلب بكثير, يعني هذا طلب بسيط. يعني هل هناك شيء أن الفلسطينيين لهم دولة ومع ذلك يهاجمونكم؟ لا بالطبع. إذن فلنعترف بدولتهم, نعطي دولتهم, فنتكلم فيما بعد. يعني لابد أن نفكر قبل ما حدث. نحن نقول إنشاء دولة فلسطينية على حدود 64 مع تعايش إسرائيل في نفس المنطقة, على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الموقف المصري, الموقف العربي, الموقف الإسلامي, الموقف الدولي والشرعية الدولية تتعلق بهذا الموقف. ربما نذهب في هذا الملف عن ماذا تريد حكومة مجرم الحرب نتنياهو. هل تركيا بتأخذ هذا الموقف من محاكمة قادة جيش الاحتلال, بعني نتنياهو, بعني جالنت, بعني هاليفي, بعني كل من يشارك في الإبادة وإبادة الشعب الفلسطيني, هل مع محاكمتهم أمام الجنية الدولية؟ نحن نحن ندعم
ليكون هناك محاكمات في محاكم دولية، ونحن بدأنا فعلا حقوقيا وسياسيا نبادر في هذا. فنحن ندعم جميع التحركات الدولية ونساهم، فنحن الآن بدأنا فعليا لمحاكمتهم في محافل دولية. كما تعرفون في شهر سبتمبر كان هناك اجتماع في الأمم المتحدة، فسيد رجب طيب أردوغان التقى مع هو استقبل نائب العام كريم خان في محكمة العدل الدولي، فتحدث معها. كما تعرفون أنه مشغول جدا لأن هناك ضغط عليه. فاستقبال سيد رئيس لسيد خان أن يدل على دعم تركيا على مواقفه، فكتركيا نحن كتركيا ندعم جميع تحركات في محكمة جنايات دولية. فهناك مذابح وإبادة جماعية الحديثة أمام أعيننا يوميا، فمحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية تعلن أنكم على وشك. المحكمة قالت بأن لابد أن تتوقف وإلا ستكون هناك فمع ذلك مع مبادرات الدولية من دول لا يكون هناك وقف إطلاق النار ويستمرون إبادة الجماعية. هناك احتلال محور فلادلفيا. فأنا أقول من هنا أن نحن نشكر مصر، فلابد أن نصرح هذا بأن مصر لها حق على الحق فيما يتعلق بحدود رفح. فنحن لا نقبل أن يكون هناك مجاورة في حدود المصرية، مجاورة الإسرائيلية في حدود الرفاح. لابد أن يكون هناك فلسطين أو الطرف الفلسطيني أن يكون هناك مسؤولين فيه. لماذا فلسطين؟ لا نريد أن يكون هناك، لا نقبل أن يكون هناك حدود مع مصر، حدود الإسرائيل مع مصر. فنحن ندعم موقف مصر فيما يتعلق بمحور فلادلفيا. فتركيا تهتم بالدبلوماسية الإنسانية، يعني سومالي السودان وفلسطين. نحن كأتراك نهتم بمساعدة الإنسانية، فمن أولها الفلسطين. فبعدما بدأ المشاكل في غزة، فتركيا ساهمت. ففي مؤسسات المدنية التركية تم جمع المبالغ ضخمة لأجل غزة. فنحن بدعم طرف المصري، فهلال الأحمر المصري، فبدعم مينا العريش، مسؤولين في مينا العريش في مخابرات المصرية، فمسؤولين المصريين. فأرسلنا سفن تلو الآخر، سفينة تلو الآخر إلى مصر لمساعدات الإنسانية. ولكن بعد هجوم إسرائيل على محور فلادلفيا وباب حدود باب الرفاح ناحية الفلسطينية،
تغير كل شيء. فمصر قالت وقلنا لابد أن يكون هناك علم فلسطيني في أن يكون علم فلسطيني في ناحية رفاح الفلسطينية. فطبعا هناك مراقبة شديدة من طرف الإسرائيل فيما يتعلق بدخول المساعدات، تشدد فتمنع بعض المواد، فهناك مبالغ ضخمة متراكمة، ولكن بسبب بطء في دخول المساعدات لا نستطيع أن نتصرف نتحرك. فنقول لابد أن يكون هناك ضغط من قبل المؤسسات الدولية والدول المختلفة، ضغط على الإسرائيل لكي يكون هناك انسحاب تام، انسحاب الإسرائيلي التام من بوابة رفاح، فتترك السلطة الفلسطينية، أو هناك آلية أممية فيما يتعلق بدخول المساعدات، فقد يكون تحت إشرافهم دخول الشاحنات إلى الغزة من إشراف أمم المتحدة وليس إسرائيل. لماذا لا تدخل شاحنات المصرية إلى الغزة؟ يعني أترون صعوبة؟ يعني شاحنات المصرية تدخل تذهب لغاية البوابة لمصر، ثم يتم هناك انتقال إلى شاحنات أخرى، فيتم هناك عوائق أخرى فيما يتعلق بدخول إلى الغزة. يعني قد يكون هناك ضغط، تدخل الآليات الأممية لتطبع شاحنات فيما يتعلق بشاحنات حتى يدخل أكثر من ذلك من المساعدات تدخل إلى الغزة. مصر مصرة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور صلاح الدين أو فيلادلفيا زي ما سيادتك اتكلمت وأشرت. مصر مصرة أنها لن تتعامل مع الجانب الإسرائيلي من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لابد أن تعود السلطة الفلسطينية زي ما سيادتك أكدت. مصر مع هذا الأمر، وكمان ضرورة الانسحاب من قطاع غزة بالكامل. هل تروا أن المنطقة تذهب إلى حرب إقليمية في ظل الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي على إيران؟ هل ممكن تتوسع هذه الأمور؟ النهاردة حديث يدور من جانب إيران والحرس الثوري الإيراني أنهم هيردوا على الهجوم الإسرائيلي كان امبارح على إيران. كيف تروا هذا الأمر؟ أريد إجابة في دقيقتين قبل أن نخرج إلى فصل الأخير. بداية نريد أن نقول أن السيد وزير الخارجية هاكان فيدان قال، صرح بأننا لا نريد حرب في المنطقة، لأننا من أولياتنا أن هناك وقف إطلاق النار، فدخول المساعدات إلى غزة، فحرف المنطقة سيتم هناك سبب نسيان ما فيما حدث في غزة، فلا نريد حرب في المنطقة. ولكن إسرائيل قتلت أمين العام للحزب الله، فهناك قصف في بيروت، تريد أن توسيع الجبهة، فحرب مع إيران، فجر أمريكا إلى الحرب، فماذا يكون في نتيجة؟ كما تعرفون أمريكا تتحرك مع إسرائيل 100%، فهناك منفعة إسرائيلية لبدء حرب في العالم، لأن هناك دعم، سيكون هناك دعم من الغرب. يعني هل إسرائيل تفكر منفعة دول المنطقة كمصر أو تركيا؟ لا طبعا. يعني نحن طبعا ضد أي العمليات يتعلق بحرب الإقليمية، ولكن هناك تدخل إيراني في الحرب، فنرى أن هناك بوادر الحرب في المنطقة، وهناك تبادل بين إسرائيل والإيران، تبادل اعتداءات
İran hedeflerine saldırdı. İran cevap verdi derken İran bölgesel savaşın nefze bazı hücumat ve kezalik İsrail nefze bazı hücumat. فنرى ان هناك شبه حرب في المنطقه ولكن لا نعرف هل تتوسع. فنحن نريد أن يكون هناك تحجيم هذه التحركات لكي لا تصل إلى حرب المنطقة، فلابد أن يكون هناك تحرك كدول مسؤولة، يعني نأخذ مسؤوليتنا تجاه منع دخول الحرب الإقليمية. فيعني هناك علاقات تواصل مع حركة الحماس، كذلك مصر لها تواصل مع حركة الحماس. لماذا لم يتم هناك وصول إلى وقف إطلاق النار؟ ما هو سبب؟ لأن كان هناك سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تلاعبات، فيؤخر أن يكون هناك وصول إلى الاتفاق. فحماس طبعا قابل بعض الشروط، فمصر لها فضل كبير وجاهد للوصول إلى اتفاق معين، ولكن بسبب سياسات الإسرائيلية. وعرفنا أن يعني لهم نيات مختلفة. لابد أن نسأل من هنا، ما هدفكم، ما أهدافكم في هذا، في استمرارية الحرب؟ يعني هل تريدون القتل والتطهير في غزة، أو قتل جميع الناس وإخراجهم من المنطقة؟ فنحن كمصر وتركيا لا نقبل ونرفض تماما. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن وكشف عن المبادرة المصرية التي طرحت خلال الأيام الماضية خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تابعتم المبادرة المصرية إزاي الخاصة بوقف إطلاق النار ثم الوصول إلى وقف كامل إطلاق النار وتبادل ما بين الرهائن والأسرى، ما بين الرهائن في الموجودين لدى حماس والأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية؟ شفتوا إزاي هذه المبادرة المصرية؟ Yani bence bu çok önemli bir girişim. Sayın Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi doğrudan müdahale etmiş oluyor böylece. يعني أنا أرى أن رئيس عبد الفتاح السيسي تدخل بتدخل مباشر في هذه المبادرات، فلها معنى كبيرة جدا، وأنا أرى قد يكون هناك نتائج مهمة في هذه المبادرة. فهناك لأن هذه الخطفة قد يكون من خلال 10 أيام سيكون هناك بدء محادثات مباشرة، فعلى الأقل لأن يكون هناك الأمل في نفوس الناس، فأنا عندي أمل، فنحن نرغب بذلك، ولكن لابد أن يكون هناك دخول المساعدات الإنسانية بالتزامن مع وقف إطلاق النار، لأن عدم دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافي، لأن الناس في المنطقة في الغزة كذلك سيكون هناك مشاكل أخرى بسبب نقص المواد الغذائية. Büyük bir gayret içerisinde önümüzdeki aylarda çeşitli faaliyetler olacak. Türkiye'nin de büyük girişimleri var insan konusunda. أنا أعرف أن مصر لها تحركات في دخول المساعدات، وكذلك تركيا لها تحركات، فنحن كدولتين يكون هناك مبادرة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات، مبادرات مشتركة. نطلع فاصل أخير سعد سفير ونعود، يكون قدامنا دقائق قليلة جدا بعد العودة، حوالي 10 دقائق بعد هذا الفاصل. سعيد جدا بهذا الحوار مع سعادة السفير صالح مطلو شان سفير الجمهورية التركية في القاهرة. عندنا دقائق حوالي 6-7 دقائق في الفقرة الأخيرة من هذا الحوار الممتع للغاية. سعادة السفير، حضرتك خدمت في المملكة العربية السعودية، خدمت في كابول في أفغانستان، خدمت في وارسو، خدمت في البعثة، بعثة تركيا في الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن عندما تم اختيار حضرتك لتكون سفيرا لمصر في العامين الثلاث أعوام
الماضيين. شفت مصر ازاي عندما قرر الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيادتك تتوجه لتتولى سفير تركيا في القاهرة؟ إيه اللي فكرت فيه؟ في مرحلة الجامعية أنا كنت مهتم بقراءة الكتب، فكنت أزور المكاتب. فطبعا أنا كطالب أريد أن كنت أردت أن أشتري كتب، ولكن كنت أشتري جريدة أو مجلة فقط. كنت أشتري الأهرام ويكلي، كنت أقرأ من فحوالي تواريخ 1987 أو 86. كنت أردت أن أفهم كيف تنظر مصر إلى العالم، كيف تقرأ أوضاع في العالم. فبالنسبة للطالب يعني شراء مجلة الأهرام كانت شيء كبير جدا، لأن الطالب ليس عنده مبلغ كافي. فكنت أحس أن مصر لها أهمية، دولة كبيرة، فحارب إسرائيل، فاستشهد كثير من أبنائه، فطلع منها كثير من الكتاب والعلماء. يعني هناك تأثير مصر علي. فقاري كبير عبد الباسط عبد الصمد استماعه يعني كان رائع جدا. فأوقاتي كثير من الأوقات كنت أستمع منه، كنت أستمع آيات القرآنية، كان هناك وجد والاستفادة. فكذلك كنت أسمع أم كلثوم وعمر شريف، وما رأيته الله يرحمه، فكنت أهتم بحياته بأفلامه. وكذلك نجيب محفوظ صاحب نوبل، فتم ترجمة جميع الكتب نجيب محفوظ إلى اللغة التركية. فكانت أمي تقول لي وأنا صغير، كنت أطلب منها أن تشتري لي شيء، ولكن قالت كانت تقول كيف تطلب مني شيء كهذا، يعني حتى ملك فاروق لا يستطيع أن يشتري هذا. كان كلمة، فكانت تأثير هذه الكلمة. فكنت لما لقيت مع ملك فاروق قلت له كذلك هذه الكلمة. فكنت أتمنى أن أشتغل في مصر، أعمل في مصر في أواني الأخيرة. ولكن بعدما تم تعييني رأيت في البداية المحبة، المحبة كإنسان، ليس كدبلوماسي أو كسفير. فأنا رأيت هناك محبة كأنني إنسان. فناس جلسوا معي في مقاحي، فجلسنا وتكلمنا، فلنا أصدقاء في جميع مراحل الحياة الاجتماعية. فعلاقاتي بهم، فتعانقي معروف، فهم يعرفون يعني هذا شيء مهم. هذا ليس فقط وظيفة يأتي من الوظيفة أو من المنصب أو منصب كسفير، هذا يأتي من القلب. يعني لما رأيت هذه المحبة شعرت شيء مختلف. يعني مصر بالنسبة لي ليس دولة مختلفة أو شعب مختلف، نحن نرى أنهم إخوة. فبعض الأصدقاء من المصريين قالوا لي، ناس من الأشخاص المهمين والمثقفين قالوا أن في نفوس المصريين هناك محبة تجاه الأتراك. وطبعا من 1000 سنة جاءوا الأتراك، و
انتقلوا إلى مصر فأصبحوا مصريين، تحدثوا المصرية فتزوجوا في مصر فباعوا أصحاب الأرض. بالنسبة للمصري مصري أن يأتي إلى تركيا، يعني شيء جيد حينما يكون هناك مصري بوصول التركية. كذلك لمن يأتي من مصر إلى تركيا ولو من أصول تركية يقال أنه مصري، فرأيت أن هناك محبة شديدة من إخوة المصريين تجاهي وتجاه الشعب التركي، فهذا تسبب بزيادة علاقتي والمحبة مع إخوة المصريين. فتعرفون أن يعني نحن نشعر كمكة ومدينة، يعني كان المسلمين كلهم يشعرون أن مكة ومدينة لهم لجميع المسلمين، فأنا أرى كذلك مصر، مصر لنا يعني كإخوة كمحبة. قناة صدى البلا أو الموقع صدى البلا نشر كلماتي في 2022. أول لقائي كانت مع الموقع صدى البلا في 2022، فنشر رؤيتي تجاه إخوة المصريين. قبل الختام وهذا الكلام العظيم الذي ينم عن الحب المتبادل بيننا وبينكم، مصر وتركيا شعبين والقيادتين وكل المسؤولين، وبالتالي قبل الختام بتحب ايه في الاكل المصري قبل الختام؟ هذا اخر سؤال. وأستطيع أن أقول من صميم القلب، فكانت كذلك في السعودية فول، أنا أحب الفول، يعني لو رأيتها مباشرة أريد أن أكل. فكما تعرفون نحن كدبلوماسيين نحن نذهب العزومات كثيرة، فنحن لابد أن يعني نحذر في الأكل في كل مكان، ولكن لما أرى الفول لا أستطيع أن أمسك نفسي، فلابد أن يكون هناك بعيش البلد، أكلها بعيش البلدي مع بصل جنبها. والثاني أم علي، أنا لما رأيته لا يفوتني، أكل مباشرة لما أرى أم علي. يعني في محادثاتنا السابقة أنا نسيت أن أقول شيء بعدما تم تعييني من قبل السيد الرئيس، فطبعا وزير الخارجية هاكان فيدان يعرفني حتى قبل تعيينه أو تنصيبه كوزير الخارجية، فهو قال فأنا أفتخر بتنصيب كسفير تركيا لدى مصر، فأفتخر في هذا لأن أنا أحب الدولة المصرية، فأريد فأهدف وأريد أشتغل لأجل المصلحة المتبادلة ولأجل الإخوة المصريين والمنفعة المتبادلة بين شعبين تركيا والمصري. فالتجارب التي اكتسبت في مدة عملي كدبلوماسي لو كتبت مستقبلا مذكراتي سيكون هناك مصر لها الفضل والمكان كبيرة في مذكراتي. أولا شكرا جزيلا سعادة السفير على هذا الحوار الممتع والشيق، وهذا الحوار الذي بالفعل يأتي من دبلوماسي رائع، شكرا جزيلا. وأنا أشكركم أيضا، فأريد أن ألتقي معكم في مناسبات أخرى مثل الحفل الجمهورية أو مسؤولين في القناة صدى البلد، وأشكركم جميعا، فلقاؤنا معكم مهم جدا، شرف لنا لقاء معكم هنا، فأشكركم. شكرا جزيلا مرة ثانية، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. نشوفكم بكرة إن شاء الله، تصبحوا على ألف خير.